شاء الله راح أكمل دراستي للجامعة إن شاء الله. أنا اسمي يوسف، عمري 13، أنا من صف السابع. هوايتي الدراسة، بس دراسة بس. هاي هوايتي الدراسة، وكمان وقت أنا بكتب بحس حال يعني واحد تاع هيك مرتاح بالكتابة وبيكتب واحد، وآخر شيء بعدين بكتب بحط هذا اسمه الكتاب وبقرأ، تم بقرأ وبرجع بسكر الكتاب وببروك هيك يعني بخلص وظائفي، واحد ببروك بعدين مرتاح ربع ساعة يعني، وبرجع بدرس كمان حتى أخلص وقتي وخالص. كل نهار يجوا رفقاتي وياخذوني على المدرسه، وانا بتشكر كثير رفقاتي انه وقت يتعذبوا علي ياخذوني على المدرسه، وانا بحبهم كثير، وكمان بحب الاساتذه وبحب كل اللي بيجي لعندي، والله رفقاتي بيحبوني كمان، بيجوا لعندي على طول يعني، اوقات بيجوا لعندي بيقولوا لي ايش وما اسمه شلون اخبارك اليوم وشلون وظايفك، بقول لهم الحمد لله انا كتبت وظايفي، وهن كمان كتبون، وانا بحبهم كثير كثير الحمد لله. كمان الاساتذه كويسين معي، وقت فوت على المدرسه بيقولوا لي شلونك يا يوسف وشلون صحتك، والحمد لله الدراسه كويسه والاساتذه كمان كويسين، كل الاساتذه من الاستاذ عربي استاذ الاجتماعيات كلهم كمان كويسين الحمد لله الحمد لله، والحمد لله الاساتذه بيحبوني كل نهار بايش اسمه كل ما بشوفه بيشوفوني بسلموا علي وبيقولوا لي شلونك اليوم وشلون إن شاء الله حفظان المذاكرات، يعني هيك بيسألوني. أنا وقت بيجوا عندي رفقاتي بحسن يعني مثل إخواتي وبيسلموا علي بيقولوا لي أشو يعني شلونك شلون صحتك وهيك بيسلموا علي، ولما واحد بيروح واحد على المدرسة بإيش اسمه بنشارك أنا وياهون بحكي أنا وياهون يعني بنحكي أنا وياهون بيقولوا لي أشو يعني اليوم وأكمل دراستي، وإن شاء الله راح أطلع أنا إن شاء الله من الأوائل أنا ورفقاتي وإن شاء الله يا رب. معكم الأستاذ عبد الرحمن زارة، مدرس مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء. طبعا أنا مدرسه للطالب يوسف برهوم. طالب يوسف برهوم رغم ظروفه الصعبة ما شاء الله أبى إلا أن يكون مع زملائه في المدرسة، وهو يتابع دراسته بجد ونشاط ومثابرة، ومع ذلك هو الآن علامته مميزة في مادة الرياضيات، ونتمنى من الطالب يوسف أن يكون قدوة لزملائه في الشمال السوري المحرر، وهذا الشمال الذي عانى ويعاني من كل ظروف القهر والعذاب، ورغم ذلك نلاحظ أن يوسف تابع دراسته، ونتمنى له أن يكون من الطلاب المتفوقين في مدرسته.